هو البرنامج بيتكلم عن ايه؟ عارف المشكلة الحقيقية فين؟ المشكلة ان احنا لازم نعترف ان في مشكلة، ان في خلل فينا احنا كبني ادمين، سواء كان على المستوى الاجتماعي او على المستوى الانساني. احنا محتاجين نتغير وعايزين نتغير ولازم نتغير، والتغيير ده محتاج وعي، والبرنامج هيخلق الوعي ده. نقدر نخلق الوعي باننا نخلق الجمال في كل حاجة، في سلوكياتنا، في تصرفاتنا، في اخلاقنا، ثقافتنا، حتى في سكننا. لازم يكون سكننا جميل، مش من بره بس، حتى على مستوى الاختيار لازم يكون الاختيار صح. لازم نخلق الجمال. واسم البرنامج ايه؟ اسم البرنامج هنا. هنا ايه؟ هنا وبس. انتظروني هنا على قناة النهار علا شوشة. هنا مع علا شوشة، الأحد والاثنين، الرابعة مساءً على النهار.